قالت سفيرة إسرائيل لدى فرنسا أليزا بن نون إن الجزائر تقاوم بشكل قوي توسع الكيان الصهيوني في القارة الإفريقية، وأنها تلعب دورا سلبيا تجاه محاولة الكيان الصهيوني الحصول على صفة عضو مراقب بالاتحاد الإفريقي. وقالت في حوار أجرته مع لوموند: بالطبع هناك مقاومة قوية، تحاول إسرائيل استعادة صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، ولكن هناك دول إفريقية متأثرة بدول عربية أو دول أخرى لا تحبذ إسرائيل. الجزائر على سبيل المثال تلعب دورا سلبيا. جنوب إفريقيا رغم علاقاتنا الدبلوماسية تنتهج سياسة حاسمة جدا اتجاه إسرائيل، كما إن إيران التي تلعب دورا في إفريقيا تنشر سياستها ضد إسرائيل في القارة. وبشأن القمة الإسرائيلية الإفريقية التي تنعقد شهر أكتوبر المقبل بطوغو، أكدت سفيرة الكيان أنها إشارة لتعزيز العلاقات بين إسرائيل والقارة السمراء، مؤكدة عزم سلطات الكيان التوسع في القارة الإفريقية عن طريق الاستثمار وخلق علاقات مع عدد من الدول الإفريقية.